الله أكبر. التي هي موضوع هم المدلول السامي للعلاقة العفيفة أيوة بين النفس البشرية أيوة وخالقها، التي هي موضوع عرفته. هذا السفر عرفته النشيد الإنشاد كان علاقة بين مين ومين؟ بين مين ومين؟ بين النفس البشرية والإله، يعني البشر مع الإله. الإله كان بيقول للبشر دي أخت صغيرة ملهاش، الإله بيقول للبشر ثدياكي كذا وسرتك كذا يا واقعة طين فسدت أخلاقنا الله يخرب بيتك كفرة. أنا كنت بقول الحاجات دي وخالقها التي هي موضوع هذا السفر المقدس. والواقع أن الاقتراب من سفر نشيد الأناشيد يشبه الاقتراب من الشجرة المشتعلة بالنار المقدسة التي رآها. زي ما سمعين العلاقة بين مين؟ الكلام ده كان العلاقة العفيفة بين مين؟ بين الرب بتاعهم والنفس البشرية. قول يا زيكول المدلول السامي أيوة للعلاقة العفيفة بين النفس البشرية وخالقها. الخالق عندهم بيقول لها ما أجمل ثدياكي يا بت، وبعد كده بيقول لها دوائر فخديكي. إيه الإله بيكلم بالبشر، بيكلم عبيده ويقول لهم ما أجمل فخدكم، وبعد كده يقول لك سرتكم، سرتكم كاس مدورة. إيه يا عم الألفاظ دي يا عم؟ إيه ده؟ ده كلام إله، ده مش كلام جنسي. ده أنتوا وريتكم الكتاب مفيش بعد كده، وريتكم الكتاب بيقول لها قال إيه؟ دوائر فخديكي مثل الحلي، استغفر الله العظيم، سرتك كاس مدورة. ايه ده ايه ده انت بتتكلم في الاعراض؟ وبعد كده يوم قال ايه ثدياكي كخشفتين توأم يظبيا، وبعد كده ما اجملك وما احلاكي ايتها الحبيبة باللذات. ما ايه اللي ناقص ان ده كلام جنسي؟ ايه اللي ناقص؟ وبعد كده اقول لنا اخت صغيره. ايوه يا عم ده اللي بيتكلم كده الاله. شوفوا كان انا جايب كلام زكريا بوزروت وهو بيعترف لكم ان اللي قائل ده الاله بيكلم الناس. لهم اخت، الرب عندهم بيقول ايه؟ لنا اخت صغيره ليس لها ثديان. استغفر الله العظيم، استغفر الله. والله يا اخو في واحد مسلم، الولد أدمن مجموعة مسيحية، كاتب كده، كتب إيه؟ اكتب آية من الإنجيل أثرت فيك، أو اكتب آية من الكتاب المقدس أثرت فيك. قام كاتب المسلم كده إيه؟ لنا أخت صغيرة ليس لها ثديان. أنتوا عارفين رد عليه واحد مسيحي ما يعرفش إن ده نص في كتابه، قال له هتهالي وأنا كبرهم لك. والله البتاع المنشور موجود في الفيسبوك، قال له هتهالي وانا كبرهم لك. بيرد على النص بتاع كلام ربه، يعني ربه بيقول لنا اخت صغيره ليس لها ثديان، فماذا نصنع لاختنا يوم تخطب؟ المسيح بيقول، المسيح ما يعرفش ان ده كلام ربه، بيقول له هتهالي وانا كبرهم لك. ثم قال زكريا التي هي موضوع هذا السفر المقدس. والواقع ان الاقتراب من سفر نشيد الاناشيد ايوه يشبه الاقتراب من الشجره المشتعله بالنار. اوعى تقرب من السفر ده. ليه؟ السفر بتاع نشيد الاناشيد ده من كلام زكريا بزرط عامل زي الشجره المولعه نار. اوعى هتفتحه من هنا هتضيع، ضيع اخلاقك يا ابني، ضيع اخلاقك. اوعى تفتح نشيد الانشاد اصحاح 7 بالاخص، اوعى. ونشيد لنا اخت صغيره ليس لها ثديان اللي هي نشيد الانشاد اصحاح 8 عدد 8، اوعى تفتح. أيوة والنص اللي بيقول لأن حبك أطيب من الخمر، وتعال نخش بيت الخمر هتلاقوه، اوعى تفتحه، هتلاقيه في نشيد الإنشاد إصحاح 1، ما تفتحوش. أيوة النص اللي بيقول كلوا واشربوا أيها الأصحاب، اسكروا أيها الأحباب، ما تنساش إصحاح 5، ما تفتحوش. أنا بهدي النفوس. تعال اسمع بيقول إيه. ردا على اتهام المعترضين بأن أسلوب نشيد الأناشيد هو أسلوب عشق فاضح، أقول الواقع أن أسلوب نشيد الأناشيد ليس هو عشقا فاضحا كما يقول المعترضون، ولكنه عشق أيوة مقدس. وربما يندهش عشق. ونعم الطهارة يا زيكو، ونعم الطهارة يا زيكو.
عش ايه يا جماعة الخير؟ على فكرة انا طالع البث ده بالاب والابن مع بعض، طالع باقنوميني. عشق ايه؟ يوسف مصطفى بيقول لك ايه ده، انت اللي مولع مش نار الشجرة يا يوسف مصطفى. نشيد الانشاد، الحب ولع في الدورة. العشق ولع في الدورة، انت بتتكلم في ايه؟ ده العشق بقى ولع في الدورة. عشق عشق ايه يا جماعة الخير؟ هو اسلوب عشق فاضح. اقول الواقع ان اسلوب نشيد الاناشيد ليس هو عشقا فاضحا كما يقول المعترضون، ولكنه إيه؟ عشق مقدس. عشق مقدس يا عشق. الله يخرب بيوتهم، يخلصوا علينا. عشق مقدس، عشق مقدس، هو عشق بس مقدس. اوعى اوعى وشك، انتوا اعرفكم، انتوا تعرفكم، انتوا اتجوزتوا، انتوا سيبوكم، انتوا اتجوزتوا ما اتجوزتوش، لما تتجوزوا هتعرفوا. يلا اللي ما اتجوزش ما يعلقش. ليس هو عشق.